فرحتي بيك. بيك ايه؟ قصدي بيكي. هو ده يا اخويا اللي انت فالح فيه. ما حضرتك يا ابو مثبتني ومش عايزني انا وصاحبي ننزل الكافيه. قلنا نجيب الكافيه لغايه هنا. بقى بص يا روح علينا كده منجايتين كده وسكينه كده وحات امك يا بابا. عاوز ايه يالا؟ منجايتين يا بابا وحات امك يا بابا. ما تظبط يالا، مالك في ايه؟ خلاص في ايه؟ الواحد ما هزرش معاك بكلمتين كده. طب اخلص كده يلا وقوم والبس حاجه عيد لقوام عشان جاي لنا ضيوف. الظاهر كده عريس لاختك. وشوف هتعمل ايه في العصفور اللي عندك ده. ايه ده؟ هو انت بتربي عصافير رزمكس؟ يعني انت عندك عصفوره انت وابوك جايب لها عريس؟ لا يا غبي، ده قصدي اوزعك، اطرقك، ازحلقك، المهم ان انت تغور من هنا. والله العظيم لو مش ابوك وايدي تقيله ده كنت غزيته في شنبه ده. انت بتقول ايه يا عم الصوت ده؟ مالك؟ انا بهزر يا سميكس، ده بابا عيب. اهلا وسهلا، قول لي بقى والدك ما جاش معاك ليه؟ إيه حضرتك، انا والدي ووالدتي في دبي وما بينزلوش غير في الاجازات بس. الله يرحمهم. إيه ربنا يرجعهم لك بالسلامه يا حبيبي. قول لي بقى وانت معاك تعليم ايه ولا شغال ايه يعني؟ إيه انا مهندس زراعي وعندي حلم ان انا ان شاء الله ابقى صاحب اكبر مزرعه اسماك في الشرق الاوسط كله، وشغال على الحلم ده فوق ال 100,000 فدان. حلم يا ابني؟ يا ابني بتشتغل ايه ما تشلنيش؟ عندي مزرعة اسماك كبيرة فوق ال فوق الالف فدان؟ لا لا، فوق ال فوق ال 100 فدان. يا ابني لو 10 فدان، انت لسه شاب وفي اول مشوارك، ان شاء الله يبقوا فوق ال 100 فدان. فوق السطح، عندي مزرعة سمك فوق السطح، وحلمي ان انا اكبرها واعدي بقى. ودي بتكسب كتير يا ابني؟ يعني دخلها تقدر تفتح بيه بيت؟ يعني شهر 300 شهر 200 وهي بترزق. هتفتح بيت ب 200 300 جنيه؟ لا طبعا يا عمي، هي اسماك الناس لعبه ولا ايه؟ انا بتقدم بس. نعم. ايه وهكون جاهز ان شاء الله اول ما السمك يبيض، ولما البيض يفقس ان شاء الله هنبقى كده كلنا في التمام، وهنقلكم معايا نقله ما تحلموش بيها. اه وانا هستنى بقى لما تبيض ولا تفقس ولا ايه في ليلتك الزرقاء دي. انا مش فاهم حاجه يا زميكس، ايه قعده المجانين اللي احنا عاملينها دي يا عم؟ السمك اللي بيتزرع، اما الخيار والسلطه والرز اجيبهم منين؟ إيه؟ اروح اصطادهم من البحر؟ صدق والله فكره، ولقيتها بحط في الطعم نص ليمونه. جفك يا اسطى. اخلص يا ست، انت الله يحرقك، اللي بتهببه ده؟ يا عم استنى بس، انا هكشفه لك حالا، انا شكلي كده عرفته. وانت يا زميلي بقى قلت لنا انك بتشتغل مهندس زراعه، ممكن بقى اسالك في حوار كده انا مش فاهمه؟ قوي قوي طبعا، اتفضل. بصراحه مش فاهم الفرق في زراعه المكرونه بين المكرونه العاديه والمكرونه الاسباجيتي. إيه لا انا كنت قسم اسماك مش مكرونه يا ابني. هي المكرونه بتتزرع؟ يعني هو السمك اللي بيتزرع يا ابن المجنون انت؟ عيب يا زفت، انت اللي دخلك في الكلام، انت مين سمح لك تقعد هنا اصلا؟ استنى انت بس والنبي يا عم دلوقتي، عشان الواد ده انا عرفته خلاص. مش انت سيد كبده ابن عم زيزو حبيبنا صاحب عربية الكبدة اللي في شارع 20؟ سيد نصاب مش فاكرني يالا؟ انا يالا خلصتك الشهر اللي فات من الناس اللي كنت ناصب عليهم، الناس يالا اللي كنت زارع لهم السطوح بتاعهم عندهم باين. بقى انا ازمكس، انا ازمكس ابوك عايز يمشيني ويزحلقني عشان المعفن ده؟ بس يا عمو شكلي كده اترفشت. ده انا هسفلتك.